دكتور فهد راشد الناصر، أنا استشاري الأشعة وأشعة تشخيصية للمخ والأعصاب، أحمل شهادة الأشعة التشخيصية من ألمانيا وكذلك الزمالة التخصصية في أشعة تشخيصية المخ والأعصاب من ألمانيا وكندا. نتابع هنا كما احنا في إيمجز جميع الحالات اللي لها علاقة في أمراض المخ وكذلك النخاع والعمود الفقري، مثالا حالات الأورام اللي في المخ سواء كانت الحميدة أو الخبيثة، بالإضافة إلى الأمراض العصبية المتعددة منها الجلطات الدماغية وكذلك حالات مثل حالات الألزهايمرز ديزيز. يتم تشخيص الأمراض كلها بالأجهزة التي نملكها هنا في إيمجز، جهازين الرنين المغناطيسي، واحد منهم هو 3 تسلا وهو يعتبر من الأحدث الموجود في مجال الأشعة التشخيصية.